الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شريح القاضي تابعي الأورنجي شريح القاضي أيان سيردي سيهل كان كقلينا قيل لشريح شريح وحلويري بأي شيء أصبت هذا العلم لنا قوم بضنبو هاي علمي قد محاد كو قارتي بالوير فقال وحجر بمذاكرة العلماء علماء أيان لم مذاكروني أخذ منهم وأعطيهم علمي كان كقاذني أيقنا وانسيني علمي بمذاكرة وقبحة كزيادة إن علماء أقوانتا للا شاكيستو علمي للا شاكيستو مشائشة للا بحثيو ليس ويديو سفيان الأوسي أيا سدايد ابتاعوا إبسد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرسا فرس بو إبسد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وحو إبسدي فرسا فرس من رجل بوكا إبسدين من العرب الرمية ونقله ثمنه لعكتي سنة ووسي لعكتي سنة يدو يعني نقدي أو نبيستر حالا يوفر تكسا دفع له ثمنه ثم امتضى فرس كبو فولي سهوته نبر كيسا يوفوري ومضى به سيد عمر فرس كأيو كتري لكنه ما كاد مسج يبتعد إن كفغان بالفرس طويلا حتى ظهر فيه عضب عبا فرس كسو بحضيو دمركو عبار وديو حوغا وكفغادي وسعوا فرس كسعو كبو قوي ودا كامي بالينا نفكو مركي إنبال الله رارو الله رارو الله رارو يعني مركا دنبئو يعني يا وحالي هذا عضب عضب كاسو إلا راسو عاقه كربتي فرسكي أديدي عن مواصلة الجري سعطي أرطي الحريري فانثنى به وصول الله بفرسكي عائدا حالو يهي مدن غنيا من حيث انطلق ماشي وككاني وكيم إذا يوسي عمر كسو عليه وقال للرجل إنك بوحكي لقد فرسك فرسك قال فإنه معذوب وفرس إلا ذي سنة فرس أرضي كرماها عيب وليها قال فرسك أغنيه فقال الرجل إنك بوحكي لفرسك كيم يا سيد عمر لا أخذه قال ما يا أمير المؤمنين فرسك قال ما يا وقد بعته منك وأن كان سليما صحيحا أسقوا فيو oo nabad qaba ayaan ka gaday haddana asagoo cilad laad ii keentay marka kaama cilinay laana ceebtu markay shayga aad gaday arrintu bilcayb ceebtu markuu shay uu sii lahaa waa lagu celinayaa qofkii lahaa baa lagu celinayaa laakiin asagoo fayow haddii laga iibiyo oo marka adiga intaadi muddo yarba aad haysida agtaada uu ku ceeboobo taa adiga iska leh waqad bictuhu minka saliiman saxiixa فقال عمر وحجر اجعل بيني وبينك حكما هذا من حاكم وانك البحية نفسه من فرس كان انه يعني وعني علاد ما انكو اركي حد وما نكائي بي هذا هو رواديدا تاي حاكم نفسه من امرك انك البحية فقال الرجل انك وحجر يحكم بيننا وحنك لحكمنا شريح ابن الحارث الكندي شريح ابن الحارث نك اللي يرادي الكندي القبيل كأولا شيء وقول الرئي من هذا وي نكاس عندك الحكم هنا وما كوانين عالم وأقوال له وما كاس وحمسولية وهي مجرم فقال عمر وحي رضيت به وكر على نظيم احتكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصاحب الفرس إلى شريح سيد عمر وأمير المؤمنين ينك فرس كلاجا جذيبا وحي أحقن تمام إلى شريح شريح ولما سمع مركو نجيستي شريح شريح
مقالة الأعرابي نينكي ريميغا ريباديها وراهدي سيمر كودا جيستي فرسك أسبو في يو سليم هانكا قريبو إلى أمير المؤمنين سوى إلا ليسنه ويبسعي التفت في ريمكا شراح إلى عمر بن خطاب من العسد وقال وحجر هل أخذت الفرس فرسك مقالة سليما أسبو في يو يا أمير المؤمنين فقال عمر وحجر نعم ها فرقان كقال لي يا حبيب الله لكم أرد ونبت غبي لكن وحي الكذب إلا سبحانه فقال شريح شريح وحيري احتفظ بما اشتريت وحي آد إيمستي حفظي سؤال هاي سؤال عليه يا أمير المؤمنين أو رد سؤالي كما أخذت ساتكو قالت أسوى في يوم أسوى في يوم بالله قاعد أما أسوى في يوم كان أما وحي آد إيمستي هاي سؤالي قاله علدي سؤاليكو أكتا هذا كنت مدوية علد فنظر عمر عمر وفيري إلى شريح بوفيري معجبا حاله يهي مدل ولياوي لياب قلي محو لياوي حوم كيسو سيدا وعد يهي وعدالة ويه وانا أقول لدى شريح دي ديتا أقول ديرو له وقال وحو يرسيد عمر وهل القضاء إلا هكذا حوم كدتك لك لبحية سيدا ومعه قول فصل قول حق أهم بعد الكجرين وحكم عدل يحكم عدالة دول سيدا سنتلك الوكال بحيادي وحكم لقل يوه وقفك دي مركي حق اللي هو حكم عدالة اللي هو حكم أنا حق إنا الأدو قالتوه فعلي هذا يعني قرتو اللي وقفك موضة قسلس طبعا هداد حكم تكتو حكم كي لقاهلو وشرعي اللي ويرا هذا قفك اللي لقاه حكم وإنا الحق قالتوه هو قانزل ما هينا دود دو. وهل القضاء إلا هكذا حكم كصوصنا ومأها ذاتك لك الحكومة قول فصل قول عدالة قول حق إيه حكم عدل إيه حكم عدل أو عدالة سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها سيد عمر ماشي وقعان قاتل إن كان إنه قاضي أصوبة وإن قاضي ذاتك الحكومة مقالة كوفة أدب ويرقادي وان كاغا دقي مركب وعمك عابب أمير المؤمنين حكم كم مرحب لم يكن شريح من الحارث موسى نهين يوم مال والله عمر عمر ودي بي القضاء حكم قضاء ودي بي قادر لماذا ودي بي رجولا نين موسى هين مجهول المقام يعني مقام كيسا أما الدرجة ديسا لغا جاهل يهي وعلا أقول المؤوسى نهين في المجتمع المدني مجتمع ريم مدينة دوه لين أقول تيسا يعلم جيسا يعني ريم مدينة هي قنام وها أو امرأة قف موسى نهين مغمور المنزلة منزلة ديسا هي درجة ديسا أي قرصون تاي بين أهل العلم ذاتك أقول تلاقي وأصحاب الرأي ذاتك أهل الرأي قوي ومن جلة صحابتي صحابة الرجودي ووينا هي وكبار التابعين تابعين الرجودي ووينا تذكر أقوم ترى لنا ويا قال نشرح إنه أهل ويا هاي يعني قادني ماذا أهل ويا هاي من أقول له إنه ويا هاي صفات والمناسبة فقد كان أصحاب الفضل تذكر أهل الفضل جاء وحي أهاي وأهل السابقة تذكر إسلام ككوه الرئي فضل جاء بدأ وحي أهاي يقدرونك وقدر لشريح شريح بي وينين جري يعني قفكم مركو درجة ديني اللي يهي ومرتبة اللي يهي ولا وينين يدتك هل فضلك أم باقران يو يقدرون لشريح شريح ويقدرين جري فبنته الحادة لن أدوك بضن عقل بضن بوها فبنته عقل يسي نكتي سي الحادة زائد كأهي يو ذكاءه فهمدي سي الفد يعني كلد أهي ذاتك الله تعالى فرق ترسك وحكا فهمك هي وخلقه دبي عديسي نقن كيسي الرفيع ايه ونكسب كريسي وي وطول تجربته هي وأي أرق نمدي سنر الكيدة في الحياة هي وعمقها ولما نيو وحبدا سوجو غيب وهاي يعني نين تجربة لك تجربة دون يعني وائل بحدي مرد وي بحدي مرد في الحياة نولاش هي وعمقها هاوي فهو أسوق الرجل النينوي يمني الموطن
وطن أهانتي سوى الرية منيت بوها هندي العشيرة قلت أكرنا شين الريك هندي بألوان جري وقبيلة يعني منصوب إلى كندة توي وهي قبيلة عربية عظيمة ظهر منها كثير من المحدثين والعلماء يعني قبيلة وين الرية منيت عربات بوها هاي دو الريك هنديو يعني علماء فربنا المحدثين فربنا بأقول لك قضاء شدرا قيب أما نصب وحور لما يستي غير يسير أن يرين من حياته النولشيس في الجاهلية أنا قبل الإسلام كيني وين أحاي وحبضا يعني سواركي فلما أشرقت الجزيرة العربية جزيرة العرب مركي افتينتي بنور الهداية هنون كنور كيسي مركي كافت وهو نفذت وقاري أشعة الإسلام إسلام كنور كيسي هي افتين كيسي إلى أرض اليمن مركو قاري ومركي الرسول كلا صاري صلى الله عليه وسلم كان شريح شريح وحو أهالي من أوائل المؤمنين بالله ورسوله كوي أوه الرئيي الرميي بالله ورسوله المستجيبين أجيبي لدعوة الهدى والحق هنوك إيا حق دعوة سنة أجيب وكان وحو أهادي عارف فضله دتك فضله سيقان ومقدر شمائله دتك صفات كيسوا وناكسا إيا ومزاياه فضائشي سدتك يقان يأسون ويمرق جرين عليه شريح بي أمرق جرين أشد الأسى مرق مد أودر ويتمنون وحي أتمنى جرين لجعلايا أن لو أطيح إن لو قدر له أسغى أن يفيد على المدينة مدينة إنه يبادا مبكرا مرهر إنه مدينة يبادا ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي من الله كله horay dadkii ka islaamay boo waha laakiin in badan boo yaman ku daahay marku rasuulku geeriyooday ka dib u yimid sida darteed boo xun noqday taabiici aan rasuulka aragno laakiin dadka falaaishiisa iyo cilmigiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan yaqaano waxay jeclaayeen maadaama waqtiga nabiga uu islaamka u qaabtay oo dadkii yaman ugu horeeyay islaamka qaatay uu ka mid ahaa inuu mar hore madiina yimaado oo rasuulka uu la kulmo calayhi salaatu wasalaam oo saxaabi uu noqdo ليلقى رسول الله رسول الله يقول لكم مسل الله عليه وسلم قبل أن يلحق الرسول أنتم نهليل بالرفيق الأعلى أنت أن إلهي أبصن والنبي قد يمن ما هي سيدة أو تمنين يا أو سيدة أو لجعلان يا أو بمرق يا يعني كدب عيدة أو كدب عيارة كدب رسول لينهل إنو عبكو أرورا من موارده نبي يعني ده خير كي الدين تورن بحقيقة أنو ريسا نبي صلى الله عليه وسلم نبي الله يشرع بس أقول أنو ده إلهي حقي سنوقت بدي يا خير كإلهي حقي سنوقت يمد أنو رسول كأمة نسوق عليه الصلاة والسلام مركا ولينها لإنه كعبه من موارده نبي ما كانوا أروركيس إنه كعبه يعني إيش علمك يا أقانتا يا خيرك السافية السافدة هي المصفات السافية هي مباشرة إنه أوقاته مباشرة لا بالواسطة واسطة إنه نوقور هذا واسطة ورين يا يكون نبي عمر يا صحابة كقاضية لكن أسرع نبي بلا واسطة كقاضي لها مركز ولكي يحظى إنه كل يفسد أو أهله بشرف الصحبة صحبة شرفت هذين إنه هلا سحابي أو نقض بعد أن حذية مركو كو يعني وكو ريف صدي وإلهي وافجيسي بنعمة الإسلام إيمان إيمان كنعمة ديس وبذلك كاس يجمع الخير من أطرافه خير ونمو مركا قران صلى الله أسوي صحابي وصحبته لي إسلام كنا دات في وجوه الرئيها أيو الله ودي بهل لها ولكن ما قدر كان وحي لقدر إبا أخانا يد لو ما قدر إنه رسول كان عليه الصلاة والسلام ولم يكن الفاروق فاروق موسى نهين رضوان الله عليه أمير المؤمنين متعجلا متكو دقدق موسى أهين حين وقت عهد وقدي بي وكلب الله بمنصب منصب يعني
درجة ومن مناسب القضاء حكمك يعني مناسبتي سكم إذا الكبرى إيه وين للرجل من التابعين سيد عمر أسوى صحابة الرسول كأي جوغان عليه الصلاة والسلام وخلافة سيد عمر ده صحابة إيا رمضا أبو مركع دين تيسوما رقودي ونن إهل فضل قايد ونبا ولا جوغ مركع أسوى أي جوغان للرجل من التابعين نين تابعي إنو قدي بحكمك أو قاضي أو كدب إسلامك أو يعني كلا سارو كما أوسد دقين سيد عمر وأرنت أن ينكو فضو دادي معها على الرغم من أن سماء الإسلام إسلام كسمديسي مع أن سماء الإسلام إسلام كسمديسي كانت يومئذ مالنتاس ما تزال كمين الزول تتألق إن إفايس بالنجوم الزهري حدقيه وأوينا يؤفتي مي ومن صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام كمركا وحاهري صمد إسلام كم وحاهري حدقيه آد كأو إفايه وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أيام مركا نولاو وإنت هذه بدلت بمركا ويجو أنت ورسول كمركو دمني عليه الصلاة والسلام صحابة آد فربنا بكتبه وقال يا لواتني أفر كن وسحابي يعني أيون نبي أطر دار ما يبالي هذا حجة الولع مركا ضد يرون بعد انتي مركا صحابة دي ودن أجل لا وصحابة رجل دي ووينا ودن باجوا مهاجرين يأسار مركا نتابع أيون نبي قادك دي فقد أثبتت الأيام مالمه وحي السجان صدق فراسة عمر سيد عمر فراسة ديسة أركتي ديسة إن إغرنتها وصواب تدبيره مامولك أسبيين إنه صواب يهي نكان إنه يهي إهل ويهي قاد لماذا إيه حكم كإنه ذاتك كلا سعره قامي إذ الله شريح وحو أهالي يقضي بين المسلمين مسلمين تو كالحكومة يقادبوها نحو من 60 عاما لحدا سنو أيو قادئة متتابعة أو إسراع رأسا من غير انقطاع أيضاً أنك لقوينوه لحدا سنو أنك لقوين با قادئة أو يعني خليفك مسلمين تو إمام أبو قادئ نبدي مكدقة سيدي سيبو قدينة يعني نين بدلا يا مجر وأنين حقون كيسا لقرها لأن أخذ لقوة ذكر سويا ويمعني وقد تعاقبت وحايس عربسي على إقراره كسويد اللغسوغي في منصبه قال النمداس كل أركان من عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضوان الله عليهم أجمعين يا كل قد قاد اللي ماذا قصوا غيوة سيد عمر باكر نجي سوما سيد عثمان باكر قدم بي سيد عمر طوان سنة أيو خلافة هاي سيد عثمان باكر قدم بي لبي طوان سنة هاي سيد علي باكر يعني قدم بي خلافة دي سوية رايدة لح بلاد وحسن يعني بن علي وهي دي القدر لح سنة هاي معاوية قدم بي والله باطن سنة هاي ولكن لا سنو انت هاس قادم واحد كما اقره على ذلك سيده اي قادم ماذا او غسغان من جاء ادتك يمد بعد معاويه ومن خلفاء بني اميه لمن كده بني اميه ما لحظه حتى طلب الرجل منك الا او طلب اعفاه الا عفيه من منصبه قادم ماذا الا عفيه إبان ولاية الحجاج حجاج بن يوسف مركو والقة كأها قونا تورها مركو كأها عراق وكأها وقت قاسو يره لقع في حومك لقضى وكان وحو هذه قد بلغ مدقاري السابعة بعد المئة من حياته المديدة الرشيدة الحافلة بالمفاخر والمآثر بقل إيه تدوسنو قاري وقد كان وحو هذا قد بلغ مدقار أصابعة بعد المئة بقول إيه تضو من حياته نولشيسي المديدة أو دارين الرشيدة ونكسنين الحافلة اللي قبو حيا كبو حدي بالمفاخر مفاخر توحيالها اللي قفانو إيه والمآثر أمانتو ولقد إزدان وحا أخذ وحا قرع وقد إزدان تاريخ القضاء ببدائع من مواقف شريح ولقد ازدان وخو أخضوعي
تاريخ القضاء قاضي النمضة يحوك يعني تاريخ ديسي في الإسلام ببدايع وحيالا ومسائل ونوناكس أما واقعي ونوناكس ومن مواقف شريح شريح مواقف تيساو وزهاء بالروائع من انصياع خاصة المسلمين وعامتهم لشرع الله حقوقه قامية وأعدي يعني روايع مسائل هذا من انصياع خاصة المسلمين يعني أتباع خاصة المسلمين وعامتهم لشرع الله إلهي شرعي سأل الذي يمثله ويعني تصالين شريح شريح يمثله شريح ونك مسؤولك ذاتك وضدي أي قاد لهايين بؤتو صالين يا وبحني وكوه قامنا يا ونزولهم هي ذاتك مسلمين تا يعني دقيتان كودي خاصة المسلمين وعامتهم عند أحكامه شريح أحكام تيزمي كودي يا وامتلأت بطون الكتب كتبته وحاكم بوحده وكتب تاريخ وي بطرائف يعني قضيوين مسائل هي واقعوين قضيوين ونواناكسن بطرائف هذا الرجل من كان وحياله ضرائفته عجائبته لها نقول ايابي الفذة كلقاها هي واخباره اخبار تيسي واقواله وافعاله ما كتبته كبوحه كتب تاريخ دمرك هذا نسوه من ذلك وحاكم اذا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه افتقد وحو ويدرعا له عبور بريد اسقى اولها كانت أثيرة وآد وناس عنده أكتس أجعلها غالية عليه عبو البريد غالية آدنا أجعلها أيا كرنت ثم ما لبث سيد علي من قال أن وجدها إنه كؤركي يعني عبو البريد كدرعي في يد الرجل نمبو كؤركي من أهل الذمة تذكي قال هذا المسلمين تقول إحنا ولا أهل الذمة الأولية وأدتك إسلام كأبانة سيء يعني عشورة لقى قاعدة كل إحنا الإسلام يعني إسلام كقول إحنا الأحكام تإسلام كونهم بالود رينا يا ولد نبت قلنا يا نن ذمي هو كوارك يبيعها في سوق الكوفة كوفة سوق هذه هو كوارك يا لأن سيد علي يعني كوفة يعني دقنا سوما فلما رآها مركو أرك عرفها وقرت سيد علي وقال وحو يلي هذه درعي كان واحد بالبريد كي سقط الويد علي عن جمل الليل رتيجة يجيب كذا في ليلة كذا هبين كاسة يقلون تي وفي مكان كذا ما شاسة يقلون تي فقال الذمي يبا وحو يري كي ذمي هاي عبو البريد كهيستي بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين درع أنا إسكال أنا قعدت كواي شيء هذا إلا وقف إسكو قبصلان وقف كساحب اليدك وقعدت كواي يا الله حكم ريا إلا إنه لا وقف مرقاتي أكيد أنا قف ككلمه يا لكن وحكم ده يقف أنا على درع أنا هاي إسكال قعدت إذا كواي حقي أدي كعلي ما تقول بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين أنا إسكال قعنت يدينا كجرتا يا أمير المؤمنين فقال علي وحو يري إنما هي درعي ورنيه وحب البريد كان أسكاله لم أبعها من أحد غفك مقادنانو ولم أهبها لأحد روحنا مسيني حتى تسر إليك إلى أديك كسوكات وحالي أتكون ملكين كرت مجرتي لأن غف أني أنك قذي وكاسي قذي مجر أبو كسية غف أني أنوهي بيه وسيه ومرك أديك كدب أديك كسية أنا مجرت سي أديك ملكي كوون لغون كرتا مجرتا أنا يولي ملكي كجرتا ويقبلون تي فقال الذمي وحيري بيني وبينك قاضي المسلمين أنا هذه وحنا كربحين هي قاضي المسلمين وشريح دي كوفوا بك قاضيك هي سوما فقال علي وحيري أنصفت عدالة بعد سماي سيف فهلما إليه إنو جبر أنا أقول رالي بانكو هاي قاضي المسلمين أنا كربحين ثم إنهما لبدوا دي ذهبا ويتقين إلى شريح ويتقين القاضي إسلام كعدالة دي سفين أمير كي مسلمين تهو قامين أيه وولي بخليف كي النبي عليه الصلاة والسلام ما هدتك كلا إسلام ما دحض إسلام كاكم دوا يعني شعب كي كم دوا ولي بالذيم المسلم هاي يولح حكم تبا يا قرف رسالة قادر إسلام كله ينحكم
عدالة داس الإسلام قبى قفك شريف كايا قفك وضيع وسمية حق وسمية قفك وين يا قفك يا قفك شرفت لي متك شرفت لهين متك أقونت لي متك لهين إسكسي وحق وسمية دعوة ده إسكسي الله قاضي متك وشرع سيا أمبارة قاضني لأن قفك شخصية دي سوحي تاي هي حكم كشرعي وسود الرمي وكان الله وهذه هذو حتى قف وحقوق قبصلو شرعية لنا ضرب يعني أتوك كلا بحضان بالرام لدون يا موتى سوي وحي وقف سن كلام مجرم ثم إنهم على بدو دي ذهبا إلى شريح بيوتا جن القاضي فلما سارا عنده أكتي سمرك يا هذا في مجلس القضاء لبدو دي ماشي فريستان قال شريح شريح ما وحي لعلي رضي الله عنه سيد علي ما وحي ما تقول يا أمير المؤمنين نينك مدعي إيه وحشاجني وسيد علي نينك كلا هو مدعي عليه والله وحشاجني دعوة يا الله ورمرني مدعي قفك وحدود أنا على واحد له كقف صدق قفك ما تقول يا أمير المؤمنين فقال وحي لسيد عمر سيد علي لقد وجدت درعي درع عبر بريد كيجمان هل هذه مع هذا الرجل إن كان قارقيا وقص غدد مني ويقعد علي في ليلة كذا هبين كاسة يقعد وفي مكان كذا ما يشع سينا يقعد وهي أيضا لم تصل إليه نينك كان ميسا سو قارن لا ببيع ولا هبة بيعنا كمين سو قارن هبنا كمين سو قارن مركز من ملكي ملكي من ملكين كرام مرك أنا إسكالي أنا يقعد أنت فقال شريح بالذمي وحويري وما تقول أنت أيها الرجل أدوه محل الله هنيه وكدوه ديسا وقال جوابه سا فقال وحوري الدرع درعي وهي في يدي قال أنا اسكال عبور براد كان أنا رقعنت إذا كنت جرت آية وهذا سيد علي أنا أميركم إيمو يمن أنا اسكال ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب تانا وقدره أمير المؤمنين هذا هو حد يوقف سيد درعا أنا لو يرنا بين كتب ميسان ماي أنا أمير المؤمنين وأنا هينو أهل فضلية ولا أتهم كتب ميسان مايو أمير المؤمنين بالكذب فالتفت شريح من شريح وفيري إلى علي وقال وحيري لا ريب عندي أكتئ إذا شكك مجره في أنك أدب صادق إن أثنون شيئيس فيما تقوله وحد شيئيس يا أمير المؤمنين وأن درع درعنا درعك درع إنو يهي ما دام أتقصتي أوت شيئيتي إنو درع عاقيهي أثنون شيئيس شكيئي مجره ولكن لا بد لك من شاهدين يشهدان على صحة مدعي لكن شرعي وحوي هذا شيء شيغته او لوغو انكرو لبا مرخاتي اين الله يما لبا مرخاتي اين الله يما فقال علي وحير نعم وان هي لي لبا مرخاتي مولاي قنبر وولدي الحسن يشهدان لي ويلك يا حسن بن علي يا قنبر نك اللي يرادو ان ادون هو ايو سيد علي سيد علي با حريه مولاه نك الحريه با لينا لبداس اي برخات كعين درعيها وي غرانيا فقال شريح با وحو يري ولكن شهاده الابن لابيه لا تجوز يا امير المؤمنين قنبر غرانيا لكن يعني حسن مرخاتك هو ما قالو وويل يا ابي سو مرخاتك عام لبدا اسم شي والد يا ولد مرخاتي ليس ما قبطه لبا ام بي ميد نقنيا واخ لو ديده شهادتودا نفعي اني سو جيده يعني اني دور دفعنا يا لبدا سي نقني والدك ام ولدك هدي ماشي ودعوه كو جرو لبا ام بي ميد نقن واخ ان لو حكومه او دور لا صار واخ لو حكومه او انو كدفاع لا يابا اما انو واخ كو دوديو اسغا لو حكومه او نفعي مركا اي دونيا مركا ولد يا والد شهاده اسما قلا سيد علي وأجيه إنه ولد يا والد إن شاهد قليل فقال علي وحير يا سبحان الله إلهي بأن ذهن رجل من أهل الجنة من أهل الجنة لا تجوز شهادته من الرسول كأمر أمر خاتك عين أهل الجنة يهاي وأهل الجنة هذا لذا هاي مرقاتي مقال أما سمعت من هذا مقال شريحه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حسن يا حسين وادتك اهل الجنه شباب كود واول الشباب دتك اهل الجنه واول دليار واول صدر صدر استحجر يا كما دتك اهل الجنه وشباب وي شباب كود لبدودي سيد وي او نين انه اهل الجنه هي لوغه مرقاتك على رسولك هو شيخ
او وليب سيد اهل الجنه يا ابنها هاي مرخاتم قال فقال شريح وحجر بلا يا امير المؤمنين رسولك انو سيدا يري ونقه غير اني لا اجيز شهاده الولد لوالده لكن انا ما اقلي والد يا ولد ولد انو والد يوم مرخاتك والد كن وصاصك عند ذلك مركو سيدا حكومي شريح ومركا شريح في مساله ذي حكومي هذول مرخاتك لسيد علي هيسني درعي وحكومي نك دي مقامر لانه مرخاتي وواي مركا سيد علي سما عند ذلك والتفت علي علي وهو في ريي الى الدمي نك دي مقاها وقال وحو يري خذها قاضو هذا درع قاضو فليس عندي شاهد غيرهما مرخاتك لما يانو تبا قادي بو دوسنا كو حكومي مرخاتك لما هي قاضي الله هلاي فقال الدمي وحو يري مركا نك دي مقاها مركا هلاي ولكني اشهد أنا قا وحنا كمل خاتك عيا بأن درع درع لك أديك إن الله هي أمير المؤمنين وأنا كوه يستوي لدوري طبعا ولكني أنا قا أشهد كمل خاتك عيا بأن درع درع عبر بريك لك إن أديك كوس من الله أمير المؤمنين ثم أردف وحو الراعي قائلا حال وليها يا الله يا الله وي أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه مؤمنين تأمير كودي مدحوينه إسلام كأمير المؤمنين با إلى حكم تم يعني أو إجرف أمام قاضيه قاضي يسي أصدق ومدحوينها وهابون إليه حكم وقاضيه قاضي يسينا يقضي لي أنو إيه حكم يا عليه أصيب كحكم يا أنو إيه حكم يا أشهد حنقر يا أن الدين الدين كالذي دين كاسو يأمر بهذا أنت أصفر لحق الدين حق إلوي دينك سيد عددك أصمي وقفك ويناي أهل فضلك ها مكين مدح لها يمتك كلا أنك لفيرني نو حق أن حق أن قصمي دينك دين حق إلو يهيب المرقاتك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مركز إسلام شهادتينك أيوك دوا غيبا وحكوصو إسلام حقوق وحكوصو إسلام حق مركي لغرر شاهدو دين تسيدا يتهي مركي لغو نقمو دادك فعل كيكو إسلام يا انت بقولك قولك يعني إسلام بالله أرد اعلم وقو أيها القاضي بوي أسأل هذا كسي وضع نكي دي بقابة ولي هذا كسي وضع اعلم وقو أيها القاضي أن درع 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 أمير المؤمنين وي وأنني أنو اتبعت وان راعي الجيش عيدا كان دبس عدي وهو منطلق عيدا كمركا وفي أسعد وهو سيد علي مركا منطلق وفي أسعد إلى صفين هذا قال كصفين يعني سيد علي معاوية كان حنا عدي قال كيوين كبين كاسو كبين كوكرنو فسقطت الدرع درع وين درع ابو البريت كو دعي عن جمله رتقيس الاورق اي قاف كهاو رتقي وين قاف كهاي سيد علي اولها يو كدعي درع فاخذتها انا قاتل مركا اسغا اسكل وا درعيس وحن فيرنا يئون يعني بل وحا لايغو سمين دون ان لايغا حكومي دون ان كلا سوما دينتو يعني اني حق تهي لو انو قال مركا اسلام كده هو قاتل سوما هو اسلام فقال علي بأن له نك دبغا وحكوي رضي الله عنه أما وإنك قد أسلمت هدي آد إسلامتي فإني أنا وهبتها لك أذن قولي بي دير عادا إسكاله ووهبت لك معها وحنك لو قدر يا هذا الفرس فرس كان أموتين قاضو أيضا هذا حلال إلا وضو قاضو دير عنا قاضو فرس كان قاضو ولم يمضي على هذا الحادث حديثنا سي قصد اصدع عليك ما سو وريغن زمن طويل زمن دير كما سو وريغن حتى شوهد الرجل نينكي بالا اركي يقاتل اسغو دغالما يا الخوارج خوارج تولا دغالما يا تحت رايه علي في يوم هروان وقال الخوارج الاورج رئيس علي ولا اي ولا دغالما يعني مركو دغالكا ولا غلي سيد علي خوارج تولا ليني نينكي اسغها عيدك سيد علي بكملها دغالكا كوجري ويمعن في القتال دقالك آد ووحل غير هذا مو دقال حتى كتب له شهادة ماشي بكو شهيد ومن روايع شريح شريح مسايش يسي عجيب كده حكم ذا أيضا أن ابنه ويل كيسيبا قال له يوما ويلو أسكى طليبا وحكوية مال يا أبتي أبو إن بيني وبين قوم خصومة أنا يقول أو حسبه يسنو فانظر فيها هذه قاضي المسلمين تهن وهذا تقال نحوهم كان فيري
فإن كان الحق لي حق هذان أنا قال لها قاضيتهم محكمة دان لتقيا نكينا لها عن حقنتنا وإن كان اللهم هدي أيقوا ليهين وأنا قال أنا يعني أن خلدنا هنا صالحتهم وانسكله شيني يعني أبو هذا بري أنت أنا محكمة دورت هذا كل عيبه من هذا يقص يفيري بي هذا قال لي مسلمين ده هاي قفير ثم قص هاي إيه ورم هاي محي هذا رنده ثم قص عليه قصته وقصده ما هو شيء فقال له حوري انطلق فقادين تقوى ويه وأن محكمة ده كان مركا ويلك وفهم حكم كاذيك عليه محكمة ده كان نقول حكومة يا وفرح مركا فمضى إلى خصومه بوتري كي هيستين بوتري ودعاهم ويري إلى المقاضاة وأن حكم تمينا قاضي الإسلام كان حكم المسلمين كان حكم تمينا هنا كان فاستجابوا له قال ذي أي سيسين ويا لأن ولما مثلوا مركي سو استاجين بين يدي شريح شريح مركي لهور كان يتعود ودي أود جيسي قضى اللهم أن يجب حكمه على ولدي بك حكم قال ذي كسر جدي بو حكمه فلما رجع شريح شريح مركو صور نقضي بوري جيسي كسر لابتي وابنه ويل كيسي إلى البيت فلما رجع شريح يو ابنه شريح يويل كيسي مركي كسر لابتين إلى البيت قال الولد ويل كبا وحجر لأبيه أبيه فضحتني يا أبتي أبو والي عبس أبو والي عبس والله ما كنت أرتي لو لم أستشرك هدانا كل شورين وكل تشني من قبل هري لما لمتك هذا كما دقالينا يعني كما عنا محادسة إياش أبو كما دهن لكن هران كل تشني تمركي محديدي ويورحق ملي هذا يسكجوك هذا وقناك هذا كجوك هذا كجوك ونمك أوحو ذا قده محديدي ويد فقال شريح وحوي يا بني ويل كيو سوع دالد ود دال فير يا بني ويل كيو والله ما نقول دارته لا أنت هذا قال حب لا أنت هذا قال حب إلي حق يقول لك جعلي من ملء الأرض أرض المجد ومن أمثاله ركاب دعوتك وهو يستوي رجع دعوتك وهو يستوي وأرض المجد رجع أفر بدل أنا كاجع له لأن هذا أول كي قاسمه أنا كاجع له ولكن الله إلهي عز وجل أعز علي منك أذون إلهي بكاسي جعل إلهي قال لي أبورا ودي هدون اللي يعلن دونه يحسابين دونه إلهي بان كاجع له لقد خشيت وحن كعب صدي أن أخبرك إن أنكو شيئا بأن الحق الله حق أيق على إن أنكو إرهضا وفتصالحهم أدله شيسو صلحا صلح شيس يفوت عليهم بعض حقهم حقه ذي قار كبد أيكوا أيان وحلاقي يا بع أدوك ولا جا حكومة يا أمريكان كو إيران أدوك ملين أيا جا كهال هدا كو نيلا وحدا أوتر تاديلا نويو أنشينو أنشينو مش هدي ما تمادنا وحلاقي يا بع حقه ذي نقار كتكان لأنه نكر هدوس كده يدعوه ده هدوس ده أنا بقول أن تنازل أسمينه عن حق قارو نافنا ما إيمان يسوما صلاح تاسو كين يسوما مرك وعن كي أبين أنت الله لصلح تنتو الحق وذي قار كم إذا أي ويان فقلت لك ما قلت إن الحق وذي وحب وعيد وأصبه كامل الله حكمه ساسا كاغا قري اسكر على النقاب إلهي بان في ريا أذيك يعني عيب وحبا كادي وميسا عيب ما يهيم لو قفوا حيث خمسة نميد ولا يحكم هاي ثم وقد كفل ولد لشريح وحكالون عليه نين حب أرين لو هايستي نين مركي لا قبصدو دعوة لا قبصدو يعني والله دمينتا قفك يا دمين ريالينا ويلو شريح قال ديك شريح هذا لي ويل كيسي بان نين صوت دمينت وقد كفيل ولد لشريح ويلو شريح دلي قال ديك شريح هو دلي يا وحو يعني صوت دمينت رجولا نين أنا دمينك أنا كيني نكا أنا بريمك الله بعض المحكمة أنا كيني فقبل كفالته شريحنا وكأقبلي فما كان من الرجل إلا أن فر هاربا من يد القضاء نينكي حكمك الله يسوع عرّ مالك معكمة اللي كيري لا خرتيت بو بحصدي نينكي بحصي ولا هو حد مر نينكي لوايو نينكي يعني دمينكي بالبودة جاي يا سوما سلام سلكا تصوم مري أنا كيري شرعية وأساس أساس على حري فسجن شريح وشريح وحو حري ولده ويل كيسي
أيو حري بالرجل الفار منك عرري بو أحري لأن أسقى دمينك هاي وكان وحو هذا الشريح ينقل له ويلك وفي أسو قادة يدعامه راشين كيس بيده قعنت أسو قادة شريح بأسو قادة كل يوم إلى السجن ويلك يسيب حيرا نمبو كفالة قادة يعني دمينتي وننكي بألواه شرعيا أسقى الله حريا نقف بحقيسي وحقي كما غي هاي ننكا عرري حق بولا عرري سوما ننكي دمينتي بألواه حريا سوما أسقى أنا حكومي وأسقى حريا أسألنا دل إسوع حريه سما أسألنا مرت أسوع قال جريشين إلى ونينك لقى هلا أما نينك قال كيف كل حق يصير لسيو وحرنا يعني شريح بعد عندي سو أسوع قال جريشين وكان يقول له دعامه بيدي كل يوم إلى السجن هلا قصا حبسه هو كان جريشين بس عندي بس 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 عدالة الإسلام قواسلة وعدالة يعني ويل كذا إيه بدك كلا إن تكسر حكم تال الدنيا سأسأل الدنيا يعني عدالة دوتا وكانت الشكوك تساور شريحا أحيانا في بعض الشهود مركا قاركود مركي شريح وحكم كجلي وحلقيا وقفك وحشيغن يمدعيها مرقاتي غير مركي لأنه مرقاتي البكيرية مركاسو مرقاتي يبوكا شكيليا إنه بين شيغان بول كيابيا مرقاتيا وكانت الشكوك شكي وحلقيا وشكياك تساور إنه قشو شريحا شريح أحيانا وقت وقتي في بعض الشهود مرخاتي ألك قارن وكشكين غير أنه لا يجد سبيلا لدفع شهادتهم هذا يتهمت يعني مرخاتك وأن يعني مبين بشيء يبطلوا هذه قلبي قالوا وقالوا تاسكم علين كرتين وشهادة ولا مرة دين كرتين لأنه حقه وحر وقف كان أتكدي ده مرخاتي بس أتكدي ده لدوني غير أنه لا يجد مهلا سبيلا وضاء لدفع شهادتهم شهادة ودين الدين ولما توافر لهم وحق كامل نقضي أو من شروط العدالة عدالة ظاهر كان لدون جاء عدالة ظاهر كان يدك ويكم مقطع فكان يقول لهم يقول هاي مركز قبل أن يدلوا بشهادتهم شهادة ودين انت إن الدين وإن وإن مرخاتك عين يوحوا لي اسمعوا مني إن جيس لهداكم الله لا يدنها نوني إنما يقضي على هذا الرجل أنتم من كان وحى حكمك وحكمي وأذنك قفك وحى وحلو وحكمي ومرقاتك سوما مرقاتك هدون هيسن وحى الله وحكمي إنما يقضي على هذا الرجل من كان وحى وحى وحكمي أنتم أذنك وي وإني أنقون الله أتقي النار نار تنسك إلى لنا يا بكم أذنك نسك إلى لنا وأذنك نار تنسك إلى لنا معنى هذا واضح حكم كما كانت قيل يا سيدو شرعي انا وافق جسوي نينكا هو مدع نينكا هو مدع عليه سوما مركو يرا له واحد انا قال كانه هو كو انكرو مرخاتي كان شرع هو اساس مرخاتي هادو كان لو قف عادل مرخاتي هادو كان والله حكم يا مركا مركا نينكا هو حكم يا قاضي و هو نارته كده بدبالي كرا ودد شرعي انه مرو لو قف مريه سوما انا مركا نارته وحن ساكن الى ليا نكن مرخاتي بان كحري أذنكم إذن كانوا مرخاتي شهادة أسوما وأنتم أذنك باتقائها أولى أذنك إن نارت أسك إلى لسان أنك إيقا أوليسا بانها مرخاتك عنوي وإن في وسعكم الآن حد وحد أود الذين وفرصد الله يستان أن تدعو شهادة وشهادة إن كتكتان وتمضو كتكتان حد وكان غوكرتان إسك إلى لي نارت إسك إلى لي بينها كبر خاتك عين فإن أصروا على شهادتي هذين دائما إلى ما كم بن شيء شهادة تبقى أجر بن كدورنا نكر حقي سي وأن أجنا مرخاتي بن كنا هاي وأو مرخات وأو مرخاتك عينا التفت مرك إلى الذي يشهدون له كي أي مرت مرحات خاين كي أمر خاتك عين بهذا نفيرنا يا حق كدوري وقال وكل يا اعلم أقول يا هذا نكنو أنني أنو أقضي لك وأنكو حكومية بشهادتي ما أنكو حكومية لما نقفوا أدك أنت مرخاتي وأنا أنكو حكومية وإني أنو لا أرى وحن أرك يا أنك أدو ظالم إن أعطيني واحد مني ولكني أنو لست أقضي بالذنب أنو الذنب ما حكومية سيد الظاهر كان فيرين يا لما نقفوا مرخاتي وأركوا ذنبي سنية
وإنما أقضي بشهادة شهود مرقاتي مرقاتي ولا وحكو حكومة وإن قضائي حكم كيبو ما يحل لك شيئا وحبكو حلل ما يحل شيء وحرمه الله عليك إلهي وكحرم ده مركي محكمة ده شيء قال لكي تطبع سيدة والله وحي وهيستان هذه دعوة أنت محكمة ده لكي يقفك محكمة ده الله وصو حكومة إنه حلال ونغني وهذا واحد كده اللي يسمى خلد هاي ويبين هاي دعوة بين يبادل اللي أنت لسكسو حرت مرقات بين أنا أتكلم ستسيد على وجوه حكومة حكم كقاضي وحكومة حللي عقول قاضي قابي حكومة قاضي قابي حكومة ده قالوا بين بوجوه حكومة تتقدم حد يفتح إذا نبى دول كيسي أو أسبوع الله هاي كتيبة مرقات بين لسكسو أوجي يا ورقد بين أي سفر لوجا بين على صوص ما يسلي مرقاتي أو عبك جرينا ولا كيني نينكي وفيرنا يا حق يسل قادنا يا يقول يسام لوك يسل قادنا قادي يبى لا لوش يا هذا ده أسوء كان لا لوش وجور حكومة ده أسوء واسكا وأهل النار أنا قضاء دو واسدح لبا وافي النار هل ميدو بأهل الجنة القضاة ثلاثة ونقول عليه ثلاثة سنة قاضي يعني في النار وواحد في الجنة والله ما ذهل النار كوابة مين أسون علمي بقى قوم بلا هين ميل لو ديبي ووحو الرب اسكا حكومة ما بقى يقعنا بدحوم مركا وحقاونا يسوس وين على قولوا لا دايما دين دي وحبك ما يقعنا مركا ورب اللالوش إيو قلقالة إيو إن على الرمو ماشا كسوكا إيه مكحو ماشا إيه مكحو مركا حوم كاللوكي أنت ومحبب بيقان وقف بوسكا سينون كاس وهلنا لأن حبنا ومالنا قبل كرين وحنا أهل وهين بولية وصلنا يا كلا بعد حوي حق أولي قناة الدين تأقوم في عم بولية لكن ولا رشقات يا والله الله بياهم أنا كل عقبة ضم بولية أي لما دينا ما قام عينه سألوا ما قام عينه كي حوا جيب في سوية هم بو حكومة يا الله بعد هو أهلنا لأن حقي وأركيه يحقق عشان ما تقالني الله بعد هو في النار وواحد في الجنة من أسبوع أقول لحوم كي قبطي وقادم نقضي حدنا عدالتك حكومي ولا لوش قادنين قفك الأنفيرين حق قفك لها وحكومي كاسو ما في الجنة ده كاسو ما ما بقى له اللي هذا سلوه هلا هذا تاني من أقول له بهرت ما يجري وير يا هيو أنت يا ريت أقول ترى هيدنا حوم كم قادم نبي نبكي كذا يجي لنا ما أقوله مركب واحد ما أنت يعني وحكى الحكومة يا ما أنت وادي باتوي هاي عجيب مرحبا مركب وحو يري أنا شهادة يعني وحن كوه حكومة يا لمن كان مركاتي وضعن كوه حكومة يا وإن قضائي ما يحل لك شيئا قضائي كان كوه حكومة كو حلل ما يشيء شيئا شيء وحرمه الله عليك إلهي وكحرم لأن الرسول كابير صلى الله عليه وسلم أنا هو حانا يقف بني آدم وهذه صح حكم تميزان دعوذي إن مركان دقيستان في رنيا وحلقا يا باقاركين متك كلا إنو كفا صاحب دين لابد إننا دوذي سي حق إسلالها كي حق لها مي كي كلا بلقا يا باقاركين إنو كفا صاحب دين كهاد لأوغي كلا وحشكو دبره دا يو يا كلا بهاد يكرو مركاسا ننتان في ريا هذا الكيسي يا نو حكومة يا قفكي عن هذا الكيس درت هذا وحو حكومة دنبل نار أهان وحقو يه وقال ونوبر عليه سلام سلام نار بعض ما قلنا لأن بين بعض سكسر نقطي بلاي أساس الوحوم أمر خاتي بيني وكان شعار وحوها على مدى الوية قال الذي يردده شريح شريح وكل علم جري في مجالس قضائه برق حكم كسافر است قوله قول كيسي غدا سيعلم الظالم من الخاسر لا سوري غدا برقيامه أيو سيعلم الظالم متك ظالم كأوغاندونا من الخاسر وقف كخسارة بريبو أوغاندونا قف كخسارة واسعة دي ظالم كخسارة دوم إن الظالم ينتظر العقاب نك ظالم كي حقنون الهين وحنقل تاقي وحربنا يوردين وقاتل وحون الهين حقنا الهين يوردين ينتظر العقاب عقاب وسوقي أي عذاب وإن المظلوم متك مظلوم كي لقى قردري هين ينتظر وحسوقي أن صفة عدالة إلا يعني عدل إيا إنصاف بسوقي وإني أنا أحلف بالله إلهي ما قد أرمي أنه شأني ما من أنه ما من أحد أحد مجر وترك كتك شيئا شيء لله إلهي درت وقتك عز وجل ثم أحس بفقدي
نينك إلهي درتي وحوقتك ووحن إنو صلاحين أما وحن كموفي عنو إلهي درتي أداي شيء داس وإيتاك تجدي سمد ريمي وحكا في عم إلهي وقوم بدلي من ترك شيئا لله عوده الله خيرا منك شيء قفك إلهي درتي أغتك وحكا خير بدل ما إلهي وقوم بدلي ولم يكن شريح موسى نهي ناصحا لله وللرسول ولكتابه فحسبهم إلهي الرسول كيسا يا كتاب كيسا أم كلية أم النساحين معناها دين تحقق أم كلية إنه مرك حكم كالله إما هذا أم بس أشيغي ما وإنما كان ناصحا لعامة المسلمين مسلمين تربوا النساحين جري وخاصتهم أيضا رأى أحدهم روى وحو وريد أحدهم مسلمين تمت كم إذا وحو وري قال وحو يري سمعني شريح باي مغلي شريح با مالي مغلي وأنا أشتكي أنا شيغنا يو بعد ما غمني لصديق اني قو ارين مرق او اي هيسته دباته اي هيسته نين صاحب كي او شيغي وني وديم كاي ديم كاس اي غداي وخاسا اي هيسته انو له ايو اي مغلي فاخذ بيدي قعنته اي قبطي وانتحى بي جانب يتري وقال وحيد يا ابن اخي ولالك ويلكي سيو اياك وشكوى لغير الله عز وجل وحان كاغا دغيا الهي غير كينا دو دعوه قف كان هذا دعوه اذا مكو قبن كيف قاسا اي هيستو مروك تاسا اي هيستو وحان مكو قبن كرا وحما فايد كرا وادون فإن من تشكو إليه قف كاد وحوش يغن يسو دعوه يسو لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا لما أمبو مديا هاي أما واصاحبك واصديق ننكو جعلوه أو عدوا أما واعدوا قال فأما الصديق صديقي فتحزنه مركات وغشاك يسا نباتك وعزته ومرقي ومحكا المقبنك مرق مبادل يبقى صاحب وحاسايب ونعاك يددك صاحب ذاها مرق مبادك بيري وأما العدو عدو فيشمت بك عدو قرطه وكوفر حياسه ثم قال وحجر شريح انظر إلى عيني هذه إشي ذنفيري وأشار إلى إحدى عينيه لو يسي إنه متك منه كعمته وتالي فوالله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ 15 سنة شني يتوانسر إشاء وحبك ماركي ولكني ما أخبرت أحدا بذلك ولي قي نقفه مشي إشاء إنا وحبك أركي هذا إنا إن نقب الله يهيسا لابد إنه أدب عادي أنا إشاء شني يتوانسر وحبك ماركي عيدنا ومشي عيد أبن مجر أحد ولي قي أمشي بذلك إلا أنت أبيك مويان في هذه الساعة أليها أقوه الرياض غفار شكو أما سمعت مياذا مقال قول العبد صالح أدونكي وناكسنا قول كيسي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نغي عقوبه إنما أشكو بثي مركتي إذا وحنوش يغني وحزني كربضي إلى الله إلهي بانوش يغني فاجعل الله إلهي كذب عز وجل مشكاك وحق أفكا دوش يغني ومحزنك مركت هذا عند كل نائبة يعني مصيبة كل جيل تاسو تروبك وقود عليه فإنه إلهي أكرم مسؤول أحد والهوين جيسا مدكي أول أكسناوي وأقرب مدعو مدل مريانا سيغا أقودوي وقد رأى ذات يوم مالي وحو أركي رجل نمبو أركي يسأل آخر مدك لوين دينا يا شيئا وحو دينا فقال له حكير يا ابن أخي ولالكي ويلكي سيو من سأل إنسانا قف نكا لوحو يدينا وحي وحي إسي له أركي فقال له حكير له أسأل يا ابن أخي من سأل إنسانا إنسان قفك حاجة حاجة ويديس بن آدم فقد عرض نفسه على الرق أدوني ما أي نفتي سأبن لغي أو قفك قاد وحكسي فأنت عبد له أدوني بعض النقر يسا موتا فإن قضاها هدوء قد له أسأل المسؤولة وحو ويديسنا يهدوسي فقد استعبده بها وأدون صدق وإن رده عنها هدود ديدو إلى ما يكون سين كرنا رجع كلاهما دليلا لبدا ودي بدليل بين قنا يمد الباسو دليل هو الله بنيا هذا بذل البخل وهذا بذل الرب كم واحد ديدي بخيل لما دول اللي جاي ولا نقنا يا أو ننكي وحيستي أو إنه وحيستي اللي قلته ما يا أو مركي وحلا ويدي ما بحين كرا مركو يراد أسمع نفتي سحوقا باكو جرو يعني بخيل لما دول اللي جاي بحي وذاك كان بذل الردي كان وابكي حاجة الشكتي أو أنتوا وحويدي سنبكاسا يدبكاسا وحسي ما يكون سينكر
السؤال مرض وفقدها موت. سؤال شو مركو ريب جرتها نبي آدم إن هذا أودن شيء قطوا ترى دم كاسايه وحاسايه وحاسه هذا هذا أنا ما يكون يلا كور مرك هذا أنت أسوأ وحصوا مرتوا ترى وحاسايه ونع وحاسايه ونع دم كاسايه وحاسان كان ربع ما يم بحين كروبي وقت ما تبي مرك يا سما معي المركو السؤال شو جرى باه هذا جرى كوب على صوت دم شيء قطوا أنت أسوأ دم صوت مرة صوت على على يو هذا أنا كوي راحوا ما زيكم السؤال مرض وفقدها موت. هذا هو حوي دي سنة يسوى حالي وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام فإن الأمور بالمقادير أمور تقدر إلهي بيكس علانا فاجمل وطلب فاجمل وطلب فإن الأمور بالمقادير ما كانت غفو حوي دي سنة يسوى بعزة النفس كوي دي ورنية وقرن باسيقة وحوي يسوى وحيحة ميهة لكرتا هذا ما يكون إلى مركة واسكرهم ذلك يا بعزة النفس واحد قوة يديسه هدي إلهي فوق قدر إلهي كارس وقال يودهلي لكن هدا طول كسبت قد على عشر قد يزديشو قد يزدو الله يسو وهذا ما يوكو إلى كور مركز وي مركز دمان يا عزة النفس قوة يديس بعد واحد أنا بحر يسكن بحد يهلي كرتا يسكن فإذا سألت فاسأل الله هدا الوحو يديس ليس إلهي وحو يديس وإذا استعنت هذا كلمة ضربة سنة فاستعين بالله وعلم بقو أنه شأن لا حول ولا قوة ولا عون إلا بالله لا حول حيلة مجرد ولا قوة أود مجرد ولا عون كلمة مجرد إلا بالله إلهي بي وقد وقع بالكوفة ويالا الكوفة وحقو دعي داعون داعون عذرك داعونك اللي إذا ذاك دلعي بكوفة فخرج صديق لشريح منها إلى النجف من صاحبها هي قال لي شريح صاحبها هي يا مقالة منك داعونك لو شيء المقالة ذيك عرها مركز النجف هذا المقالة كروع له كتاب نجف مو عرها يبتغي المهربة عرر مرادنا يا من الوباء داعونك كعرها يا فكتب إليه شريح شريح ما مرنا ورقة دكر وداعونك مقالة ذا أجوك تهدو كل إلا جا إلا جا بحول لا عرها وحرام مقالة كره هدو كد لا عنا إلا جل وحرام وتجوك إذا مقالة أجوك تهدو كد لا عنا لكن إله كوكب صاروا وسكجوا عرر الله ما بحصله يا ما كان بحصله كذي مركب مركب مقالة دي كوفة أنتوا كعرر ونجف تري يو ورقة أقرى سريح أما بعد فإن الموضع الذي تركته لا يقرب حمامة ماشي أتكتك تي وكوفة مقالة أتكتك تي فرت الجيري هذا مسؤول وين سؤال ذلك ولا يسلم منك أيامك معلمها جاي عمر جاك كامر يعني ماشي كام كامر هي بكرت كما قاعد كرت كما سيب كرت وإن الموضع موضع الذي سرت إليه ما يشاء أتقتي ونجفنا في قبضة من لا يعجزه طلب وقال هذا نجف في قبضة من أحد أودي سيكون جرت وإلهي لا يعجزه طلب وحو هذه كعجزين وحو دون إلهي وقبنه ما يشاء دون قبنه ولا يفوته هرب عررنا يعني لو فكرين وإن أنا وإياك هذه أنا جن مقالة دعوهم كده لعيب جوجن يويا كأديك عري مقالة كبحر لعلا بساد الملكي واحد إله بقرة كلية بقولش يسمى كوجنا كل قانة إله ما نمامله وإن النجف النجف مقالة النجف واتكتي من ذي قدرة ألا أود بذل لقريب ويؤد وذا هاي وجو كوفي النجف وما كان سكيسه وجو يا ما كنت دود دارا إيش هو كوكو قبلا يا أيه كوفا النفط اللي قلنا ليه ده كيسكنا ليه وهذا هو بدل يا حق وكان شريح وحوى إلى ذلك كله أصيغ صيغ حكيم وها عالم وها ناصح وها هذا نوع وحقود رسى إلى ذلك كله شاعر شاعر قبيا أنا وها قريب المأخذ يعني شعر كذا يعني ملكو دوري من دوب كسو قادنا يا حلو حلو الأداء ولي بشعر كيسو آدم معايا ظريف الموضوعات ملكو كو قبينا أما ملكو سوقاتنا آدو يعني روية عنه وحل يوري أنه كان له سمي ويل يربو لها في نحو العاشرة من عمره ويل يربو تمنجره لها وكان سمي وحوها مؤثرا له مؤثرا بوها من آد أجعل الله وعيارته مولعا وحلو ممريسي باللعب عيارته عنه بيرا وحوها آد عيار جعل عبرته ويكال عيار جعلين فافتقده ذات يوم مال بواي مالو كبح سودورك آده وعيار بكم غير
فإذا هو واباسق وقد ترك الكتابة دكسكي بو كتغي مكتبات القرآن كبرني وكتغي ومضى وسكتغي يتفرج على الكلاب أي بو انتو وطيب ارسلنا يا دور كاسو أي كبو منا يسكد ريا وكل بو حكو عيرنا يسريك وكذا. فلما عاد إلى المنزل قرقي مركو أصوى اللابتي وسكسوا غي شرايح مركو يمن سأله هو ويدي أصليت ما تكتي فقال فر الله ماي ولي ما تكتي ما انتو أي بان عيرنا يا وحن سكد رينا. فدعا وحوية ري بقرداس ورقد بوية ري شرايح يا وقلم قلم ورقد يقلم يكمل وكتب إلى مؤدبه مركب معلم كيسيبه ورقد قرأ يقول وحلي يعني ترك صلاة لأكلوب يسعى لها يبغي الهراش مع القوات الرجسي فلا يأتينك قدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس فإذا أتاك فداره بملامة أوعده موعدة الأديب الكيس وإذا هممت بضربه فبدرة وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبس واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. ترك صلاة مكتبي معلم بوشيري ورقد أمريسو حيوبي ولي معلم بوشيري ترك صلاة صلاة مكتبي لأكلوب أي درتون بوكتبي صلاة أي مماتون العيرين جمع كلاب أكلوكا لأكلوب أي درتون أيدو يسعى لها وإريا يماتون يبقي الهراشة اسكو دريت مدريا مع القواتي كوا كلاو دليروه دوا كوا يريرو عيال سوقا الرجسي او حنحن كوا يعني يا سيف اسرائيل ما انتو اي بي اسكو دريانا وحيرنا وحكو دري فلا ياتينك وكو ايمان دونا قدوة ارورتي بصحيفة ورقد بوكو كيري دونا ورقد داسو كتبت له اسقى الله قري اسقى نصو قري كصحيفة المتلمس نيكي متلمس ها ورقد ديسي وكلاو صحيفة المتلمس وارين لغو مهما هو نبا يدون إن أتجيب ورقد أسوأ قري وحكم علينا ورقد عن إن كلو يعني دتك نبا قروا هاي دتك كلو يعني واحد يسكمل ده قدرة قديمة ورقد إن لو عدي الله أسوأ قري بل ما ده نيك ما لحد هدو وحقر نيك حوجا حلا سيء وما أنت بدو حلاق راسوما مركا شو ورقد وحقو قري نيك أمركو كوي ما ده دل كركا كشر نيك ورقد دي لود دي لها بلور ديا يا ونيك يقول أمين يا مركز ورقد بوكو كيري دونا فلا يأتينك قدوة بصحيفة صبح ورقد بوكو كيري دونا كتبت له اللغو قري كتبت له أسك الله قري كصحيفة المتلمس وكل ما أقول لك ورقد واحد أقول قرن وأنك متلمس ورقد يسي وكل هو أسك هل يدبيه هل قرعاك قرن ورقد لك أسك ما أقول أبو ورقد له خوص وقرن وليه وسكال أردي لكن أسك ورقد أسك خوص أبسطة ورقد فإذا أتاك هدو كوي ما معلم كي واحد الله تردام معلم كون الدائن وحسك الدلاء المها موتة لفتيس وحوقع بار فإذا أتاك هدو كوي ما فداري بملامة مركه هري عنان يوانا كود يهرت عنانو أو عده وعديو موعدة الأديب الكيس قف عقل بضان وعدك يسوك له وعديو يعني قال لي وين أول كيس باتهاي علم لا سكلا لقد وين أدبرته نين أدب لا إنا نقطة ما كوكب عاي نين في عام بعدين وعدي وعدي لا سلا يا أبو بكر إن أشك في عيني مركون وإذا هممت بضربه حد أم لا يسأله وعدي كل واحد أوتر إن الحواء إلا إدبي وبهي وإذا هممت هداد هم يسب بضربه هنا أتجرع له فبدرة قل يرى دنجد أكرفه قل وين هكود للمعلم هذا أنا قد دل بانكوري لكن فبدرة ننجد يركضه وإذا بلغت ثلاثة صد حداد قارز يسانا فحبس لك كجوج صد حكبذن صد حجر هذا كرفة تروح نوصل يا ولد كجوج مركز وإذا بلغت ثلاثة صد حداد قارز فحبس لك كجوج وعلم أقول بأنك أضب معلمه ما أتيت وحلت ما أضب عن قاس إدب بانكو إري وحلت ما أضب وادقراعي وادبني سان لكن فنفسه أبوه فنفسه نفتيه مع ما يجرعني أصوه هذانا إجا عريسي أو يحنوجي أو إنه يعني دوكسي كتر دورك وسكو ريجا يعني آد وين نبتي هذانا عزول أنفسي نفتا سير أوجع له وإنت نفتا سير أوجع يعني عنق أبوه موته والدك عنق وجعله
إذا بدرنا تنبون ده هذنا أن يعني كير لا إياه وهل دينا داس أما هلا قرا بدرنا بديدة يا ما يعني هذنا عنق موت وثمرة الفؤاد وقلب وكويا لا موت وجو يعني نفف ياكم نبى سكان وجو جعلها يقول أبا إذا حناجي هاي حنوجي وجو مركب معلم كان حقاب وطلع سجل وعقل عليه إنه عنق إدبيه هذا ترتيبنا وارثي واحد رضي الله عن الفاروق الله كرها لنقض فقد زان وحو قرحيه مفرق القضايا حكمك مدحيسي مفرق هالكاسة اللي مدح شيء حديثة حكمك مدحي باركيسي أيو قرحيه في الإسلامي باللؤلؤة الجوهر كريمة الأعراق أصل كذا أدوان أكسنت يعني حكمك إسلامك قاضي نمدي مدح يذيب الجوهر ساري سيد عمر يعني قاضي قضاء دونان أي كد ينهي سيد عمر باسوق بطيبه سافية الجوهر جوهر تدون سافية رايعة المجتلى يعني مركي لفيده والله في ريانا تكون عجب قلينيس وحب المسلمين مسلمين توحوسي سيد عمر مصباحا فينوس منيرا أدو افتيميس ما أزالوا أي سكزول حتى اليوم حتى يستضيء يعني يستضيئون هنا افتين سنيان بسنا فقهه فينوس تا أميشة ساري وأنك قادقة شريح وي فقهي سي أحكامتي سي لشرع الله إلهي شرعي افتين كذي فقهي سي لشرع الله أفهم زين افتين كذي النور كذي بي مسلمين إلى هذا افتين سنية حيالي أحكامتي يعني أبحية إيه وحي أو حكومة يو نمبر الراعي هذا الراعي ويهتدون وحي كوهنونية من نور فهمي بي كوهنونية لسنة رسول الله أفهم سنة صلى الله عليه وسلم ويباهون به وحي أفانا ضد المسلمين تا وحي كفانا به شريح وكلي كفانا الأمم أمره أوفانا يعني يوم القيامة قال شريح ودم شريح وكلام نجمدها توه أمد أنا كفان توي والرحم الله شريحا شريح الله أن حريص القاضية فقد أقام العدل عدالة دبو أوجي بين الناس ذاتك نحدا وذا 60 عاما لحدا سنة أي عدالة تالي فما حاف مجور فلن على أحد ولقي قف مجور فلن ولا حاد ملاحا ما إيلن عن حق حق ولي كما إيلن ولا ميز ولي مكر صار بين ملك وسوق نن بق نن يعني مسؤولة هي وسوقة شعبنا ولي مكر صار سيد حق وهاب حكومة شعب كي قف مسؤول كاسكسي أي حكومة رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد.